شذا دندش، 43 سنة، عندي 8 أولاد. تحصيلي العلمي هو معهد طبي من جامعة حلب. كنت أشتغل بمشفى توليد بجامعة حلب، بعدين انتقلت على جسر الشغور فاشتغلت مشفى الوطني بجسر الشغور. أثناء الثورة ما شاركت بمظاهرات، بس شاركت بالمجال الطبي التمريضي، يعني هو ضمن اختصاصي أنا نشوف الجرحى قدامنا، فما يعني ما مستحيل يجي من قلبك إلا بدك تأسع في هالجرحى الموجودين هدول. بكل بيت في سوريا صار في اختلاف بالآراء بين مؤيد للنظام، بين معارض للنظام، وبين مؤيد للثورة وغير مؤيد للثورة، ونحن بيتنا من ضمن كل البيوت الموجودة في سوريا. صار في اختلاف بالآراء بيني وبين زوجي، هذا الاختلاف معه صار يتطور ويكبر أكثر وأكثر. بعد تحرير منطقة جسر الشغور اضطرينا نطلع على تركيا، يعني طبعا بناء على رأي زوجي، يعني بس سوء المعيشة هنيك والوضع المادي كمان الصعب والغلى الأسعار بعدت الأولاد عن المدارس وعن الدراسة، وصرنا نشتغل، يعني اشتغل أنا وهن نشتغلوا، بس مع ذلك ما قدرنا نستقر ولا قدرنا نقدر نكمل معيشة هنيك، فنزلنا على سوريا مرة تانية. بعد ما نزلت بحدود الشهر تقريبا قريت على الفيس إعلان عن مركز الدفاع المدني النسائي تكون جديد بمنطقة خربة الجوز، إنه بده عناصر نسائية لدعم المركز، فقدمت على المسابقة والحمد لله رب العالمين تم قبولي بهالمسابقة. هاي مناطقنا هون ما بتحب عمل النساء، بتحبز المرأة تقعد في البيت طبعا، بس أنا هون يعني ضمن إنه أنا معيلة الوحيدة لأسرتي فمضطرة إنه أشتغل، والحمد لله رب العالمين يعني عم بحاول جهدي إنه يكون في توفيق ما بين شغلي وواجباتي. يعني عم نواجه شوية صعوبات، مواصلات وطرقات صعبة، ونحن عايشين بمخيمات يعني اسمها مخيمات لاجئين كمان، فكثير عم نواجه خاصة بالشتاء، يعني الطرقات كثير كثير صعبة، بس الحمد لله يعني عم نحاول نتخطى هالصعوبات هاي. يعني مثلي مثل أي إنسان بيتعب بدي يلاقي ثمر تعبه، طبعا انا تعبت كثير، يعني تعبت عمر يعني منيح بالعمل الوظيفه، بتمنى اوصل للمرحله انا بحب اني اكون فيها. بالنسبه لاولادي انا بحب ان يكونوا باحسن محلات، وبتمنى لو كانوا يقدروا يكملوا تعليمهم ودراستهم، بس هي الظروف هي شوي صعبه، وبتمنى مع ذلك انه يتابعوا ويشتغلوا على حالهم اكثر. يعني دائما المجتمع بينظر لك انت كمرأة عامله مسكينه وحرام وكذا، لا الحمد لله رب العالمين انا ما بريد اكون مسكينه وحرام وياخطي وكذا، لا ما بحب هيك، بحب اني اكون قويه وقد حالي وقد هالظرف اللي احنا عم نحط فيه يعني.